لو انتي بتلبسي حلو وبتحبي اللبس وحابه تعلمي البنات ازاي يلبسوا كويس او دارسه ستايلينج او بتحبي عموما تلبسي وتقدمي ده للبنات بس مش عارفه توصلي لهم ازاي، هقولك النهارده على مجموعه من الخطوات هتساعدك ان انتي تكوني فاشون انفلونسر. اول حاجه، الفاشون انفلونسر فيها كاتيجوريز وفيها يعني افكار كتير قوي. في واحده اسمها البيرسونال فاشون انفلونسر، دي اللي بتعرض الستايلز بتاعتها ولبسها في شكل صور بالاكتر او فيديوهات الريلز اللي ما فيهاش كلام، اللي هي البسيطه السريعه. في الشوبينج فاشن انفلونسر، ودي موستلي بتتكلم مع البنات عن يشتروا لبسهم منين، هتلاقوهم دايما بتلاقي يقولك عندي كود في البراند الفلاني استخدميه هتاخدي خصم، انا اشتريت ده من المكان الفلاني روحي فيه خصم فيه. عندك بعد كده اللايف ستايل فاشن انفلونسر، ودي بتجمع ما بين الفاشن اللي هو لبسها وستايلها وبتجيب لبسها منين، وبتجمع ما بين اللايف ستايل بتاعتها، يعني هتلاقيها عامله ميكس شويه ما بين الفاشن وما بين سافرت هنا اكلت هنا راحت هنا. فدي اول خطوه انت لازم تبقي فاهماها قبل ما تبداي، مش لازم اول ما تطلعي تقومي عارضه كل حاجه عندك، لا فكري انت عايزه تبقي مين فيهم. انا هركز في الشوبينج فهبدا اقول للناس يشتروا لبس منين، لا انا هركز في الستايل بتاعي كل يوم وانا نازله الشغل هعمل ريل بسرعه وانزله، او انا لا حابه اعرض كل حاجه. فدي اول خطوه، تحددي التخصص بتاعك هيكون ايه. تاني خطوه هي هعرض المحتوى بتاعي ده فين، هل انا لازم ابقى موجوده على انستغرام ولا انستغرام وفيسبوك ولا انستغرام وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك، ده بيعتمد على شكل المحتوى اللي انت هتقدميه. يعني لو قررتي تعملي ريلز فيديوهات قصيره خليكي على الانستغرام وممكن التيك توك، لو قررتي تعملي فيديوهات طويله وتتكلمي فيها مثلا تنزلي مول وتتكلمي عن اكتر من مكان فيه فهتحتاجي دلوقتي اليوتيوب او الفيسبوك. مش شرط ابدا انك تبداي على كل البلاتفورمز لان ده هيعمل لك ضغط جامد، لان كل بلاتفورم منهم بتحتاج سايز معين للفيديو، بتحتاج مده معينه للفيديو، عشان ما تتعبيش نفسك في الاول سهليها على نفسك بان انت تعملي على بلاتفورم واحده كبريها. بعد كده نروح للي بعدها. تالت خطوه هي المحتوى بتاعك بقى. في ناس كتير بتبعت لي تقول لي اجيب افكار منين. اهم حاجه في الشغل ده ان انت تتفرجي كتير جدا، لازم تتابعي كل الانفلونسرز في المجال اللي انت رايحه فيه. يعني مثلا لو انت شوبينج اتفرجي على كل الناس اللي بتتكلم في الشوبينج، لو انت بتقدمي ستايل اتفرجي على كل الناس. عندك البنترست من اكتر الابلكيشنز اللي عندها افكار كتير جدا في الحته بتاعه الفاشن، ممكن تدخلي عليه تتفرجي، بس بلاش كوبي بيست، يعني بلاش ناخد الحاجه ونروح نعملها بالظبط. حطي الطابع بتاعك وستايلك على الحاجه، ده بس مجرد برين ستورمينج انه يساعدك انك تخلقي كونتنت مختلف. طب انا دلوقتي خلاص اخترت التخصص بتاعي وعرفت ايه البلاتفورم اللي هحط عليها وعملت الكونتنت بتاعي، الناس تعرفني ازاي بقى؟ طب انا لسه عندي زيرو فولورز، ازاي بقى اكبر الاكونت بتاعي والناس تشوفني؟ عندنا اكتر من طريقه اتكلم عليهم بسرعه. اولا عندك السponsor، ان انت تعملي اعلانات مدفوعه على البلاتفورم اللي انت هتشتغلي عليها، ودي ممكن بعد كده نتكلم عنها بالتفصيل. تاني حاجه الشاوت اوت، يعني انت دلوقتي ممكن تتعاملي مع بلوجر اكبر منك شويه تتعرفي عليها، والناس دي يعني كلهم بيحبوا بعض وممكن جدا تتعامل معاكي بسرعه وتبدا تعمل لك منشن عندها فالناس هتعرفك. طب ده صعب وده صعب دلوقتي. عندك الهاشتاجز بتساعد جدا، دايما لما تيجي تكتبي الكابشن اعملي هاشتاج يكون ريليتد للصوره او للكونتنت اللي انت منزلاه. وعندك في الريلز خصوصا في الانستجرام في حاجه اسمها توبكس، ان انت تختاري التوبك اللي الريل بتاعك بيتكلم عنه، ودي مهمه جدا هتساعدك جدا ان تظهري في الاكسبلور وتباني اكتر وبالتالي يجيلك فولورز. خامس واهم خطوه هي العلاقات. العلاقات مش في المجال ده بس، اي مجال بتشتغلي فيه لازم تبني ريليشن شيب كده مع الناس اللي في المجال ده. طيب مجال الفاشن انفلونسرز مهم قوي تتعرفي على الديزاينرز، مهم جدا تعرفي الفاشن انفلونسرز التانيين. طب انا هعرفهم ازاي؟ هبعت لهم على انستغرام ابدا اتعرف عليهم وافتح حوارات. طب مش كلهم بيردوا؟ في دلوقتي اوبن دايز وبازارات بتتعمل الناس دي كلها وايفنتس بتتجمع فيها، مهم جدا ان انت تنزلي وتبداي تسوشيالايز وتتعرفي على الناس. اشتري من عند الديزاينرز، مره على مره هيعرفوكي، هتنزلي الحاجه اللي اشتريتيها وتعملي لهم منشن، مره على مره على مره هتلاقي نفسك اتعرفتي وبقى عندك علاقات كويسه جدا في المجال ده. مهم جدا بقى ان انتم ما تستعجلوش في المجال ده، المجال ده هو بروجكت زيه زي اي مجال او اي بروجكت بتعملوه، فما فيش حاجه ما ينفعش انزل فيديو دلوقتي واقول ايه ده ما جابش. واحده واحده، انت كانك بتبني عماره، هتحطي طوبه على طوبه، فبالراحه كده وهتوصلوا ان شاء الله.
من اهم الحاجات ان انتوا لازم تانجيجوا مع الناس وتردوا عليهم وتردوا على كل الكومنتس خصوصا في الاول. ده اللي احنا هنعمله مع بعض. اكتبوا لي في الكومنتس لو عندكم اي استفسارات تخص المجال ده، او لو عايزين حلقات اكتر نتكلم فيها عن الموضوع ده اكتبوا لي وهنعملها ان شاء الله.